أكد رئيس كتلة الحوار بالحوار الوطني باسل عادل أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب من أهم المجالس التي تحتاجها الدولة. وأوضح عادل أن تطوير منظومة التعليم أحد أهم دوائر الأمن القومي وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوجه عام. المجلس الأعلى للتعليم ده محل من رئاسة الجمهورية للحوار الوطني، والحقيقة ده بيبين التفاعل ما بين الدولة في أعلى سلطة ليها رئيس الجمهورية وما بين الحوار الوطني، وبيبين الاهتمام. فاحنا عايز ارد الفضل لأهله واشكر رئاسة الجمهورية، لان المجلس ده من اهم المجالس اللي البلد عايزاها، وده بالحقيقة وبصفتي معارض بقول انه كمان بيتحرك من مربع الاهتمام الى مربع الاهتمام بالبشر. انت عارف بيتقال انه مشاريع التنمية وكذا والحجر والبشر، لا النهاردة احنا بنتكلم في البشر. مجلس الاعلى للتعليم قضية كبيرة.